أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل أيضا سؤال ويقول: أيهما أفضل، المكوث في مكة المكرمة أو المدينة مع الأدلة في ذلك؟ نعم، كلاهما له فضل. المكوث في مكة عند المسجد الحرام وعند الكعبة المشرفة للطواف، صلاة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة كما صح ذلك في الحديث. وكذلك المسجد النبوي، الصلاة الواحدة عن 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وكونه يجمع بين هذا وهذا فيبقى في مكة وقتا للعبادة ثم يذهب إلى المدينة النبوية ليزور المسجد النبوي ويصلي فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ويصلي في مسجد قباء. فزيارة المدينة للعبادة أيضا فيها فضل عظيم، فلا يقتصر على البقاء في المدينة ولا يقتصر على البقاء في مكة، وإنما تارة هنا وتارة هناك ليجمع بين الفضائل. نعم.